حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا، فتكلمت بكلام أغضبني جدا، فحلفت عليها يمينا إن ذهبت إلى أي دولة خارجية ألا تكون على ذمتي أو حليلتي. والآن قد خرجت من بلدي إلى هنا في المملكة من مدة شهرين، فهل زوجتي لازالت على ذمتي أم يكون حلفي عليها واقعا؟ وبالتالي ماذا علي أن أعمل لكي أسترجعها؟ إذا كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى، ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى فإنك تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام. أما إن كان قصدك تعليق الطلاق على السفر، لأنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقا وقد علقت الطلاق على هذا السفر، فإنها تطلق. فإن كان سبق هذا طلاق قبله وتكامل 3 طلقات، فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر. وإن لم يسبقها طلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا، يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة. فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد أن تعقد عليها عقدا جديدا، لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة. نعم.